تتفقي وسادة المشاهدين يتفقوا معايا، ما بعد مرحلة الطلاق كويس، هل ينفع انت كراجل اتجوزت الأستاذة دي بعد الطلاق تتقبل انها تشوف طليقها بسبب الأولاد ولا لا؟ طبعا ليديز فيرست، عايز أكيد. رايك وبعد كده هقول لك رايي واخد رايك. انا هقول لك بصراحه، انا من وجهه نظري انا، وممكن يكون في ناس تتفق معايا وممكن ناس تختلف. اوكي. لما الواحد بيتجوز يعني بيبقى عنده تجربه اولى وبيطلق وبيجي يتجوز واحده تانية، انا كست في موقف انا يا ستي هحكيه لك. اتفضل. وليكي مطلق الحريه في رايك ان انت تقولي، انا ديمقراطي اهو. تمام. مش هفرض عليكي رايي في اول حلقه، عشان اول حلقه بس. أول حلقة بالراحة. خدها خدها بشويش. بشويش. دلوقتي في اختلافات في البيت ما بين الولد مثلا والبنت. تمام. أعمارهم تتراوح ما بين 6 سنين لـ 8 سنين. كويس. طليقته مش عارفة تحل الموقف ده خالص. تمام. عمالة تصالح في ده وعمالة تصالح في دي، لا ما ينفعش، كل واحد راكب دماغه والموضوع حصل كلاش في حين أو بآخر فأيا كان من أوقات اليوم. لازم هنا حتما أبوهم يخش. تمام. اللي هو طليقها. إيه المانع؟ لا، إنه يحل المشكلة دي في البيت، إن هي مش عارفة ما ياخدهم حل. ويحل يروح عنده. على فكرة ممكن جدا الزوجة الثانية كمان، ما هي كمان هتبقى عارفة إن هو مش مقطوع من شجرة، مقطوف من شجرة، المفروض إن هو يجيب ولاده عادي جدا، ممكن في البيت هيتكلم، هيبقى ليها راي، هياخدوا راي بعض، هيحلوا مشاكل الولاد. مجبره انك تحل يا مرة. انا مش مجبره، لكن في اولاد بينهم ماشي. وانا بكلمك في اعمار أوكي. من 4 سنين مثلا تمام لـ 8 سنين ماشي. ما هو هي مقطوعه من شجره؟ هل دول يعني هي مقطوعه من شجره؟ ما هي عندها ممكن، انا بكلمك في اعمار بقى دلوقتي، عندها اب، عندها خال، عندها ام، عندها اخت، عندها يعني اي حد، اي حد مشكلة. بس هي لا يعني ما يتعاملش معاها هي. هل ده مش محتاج أب رشيد يكون عصب يخافوا منه أو حاجة، وخصوصا إن السن ده قبل البلوغ وساعة البلوغ، إنه محتاج حد إنه يرشده؟ يا عامر، إيه علاقة إنه هو يبقى